اسم التجربه استقلاليه الحركه الهدف من التجربه توضيح الطبيعه المستقله للحركه في البعدين الافقي والراسي عناصر الامن والسلامه الخاصه بالتجربه العمل في مكان فارغ ادوات التجربه كرتان متماثلتان طاولة. خطوات اجراء التجربه نرفع الكره الاولى لتصبح بموازاه سطح الطاوله ونضع الكره الاخرى على سطح الطاوله عند حافتها نفلت الكره الاولى ونقذف الكره الثانيه افقيا في اللحظه نفسها فنلاحظ وصول الكرتين معا النتائج: ارتفاع الكرتين خلال الإسقاط والقذف متساوٍ. لذا فإن سرعتيهما المتوسطتين الرأسيتين متساويتان خلال المدة الزمنية نفسها. وتدل المسافة الرأسية المتزايدة التي يقطعانها على أن الحركة متسارعة في اتجاه الأسفل. وهذا بسبب قوة الجاذبية الأرضية. ونلاحظ ان الحركه الافقيه للكره المقذوفه لم تؤثر في حركتها الراسيه فالجسم المقذوف افقيا ليس له سرعه ابتدائيه راسيه لذا فحركته الراسيه تشبه حركه الجسم الذي يسقط راسيا من السكون وتتزايد السرعه في اتجاه الاسفل بانتظام بسبب قوه الجاذبيه الارضيه